وهي وصلنا رطبة. ها؟ الرطبة أستاذ هي أول بلد بالعراق بعد الحدود السورية، تبعد حوالي 60 كيلومتر. بالمناسبة شباب، فيها استراحة كتير لطيفة، إذا حابين هيك تقعدوا تريحوا شوي، تغسلوا وتاكلوا حاجة يعني، إيه رأيكم؟ بالمناسبة يا كبير، أنا بمناسبة الرطبة دي في دورة مية عشان الواحد مزنوق شوية. وأنت على طول كده مزنوق يا عبد الجليل؟ والله أنت ابن حلال، أنا كمان مزنوق، ممكن نركن خمسة هنا بالأسف؟ على راسي، تكرم عيونك. زاهر. زاهر. الهوا. مامت ايه؟ اصحى زاهر. مامت ايه؟ اصحى. انزل اشرب شوية شاي واغسل وشك بشوية مية. يلا. احنا فين يا نجاش؟ ايه؟ احنا فين؟ احنا في العراق. فين؟ في العراق. العراق؟ العراق ايه؟ احنا مش كنا رايحين مصر، ايه اللي جابنا العراق؟ امسك نفسك وخليك راجل كده وانا هفهمك كل حاجة لما نخش جوه. يلا. خير؟ شبو زاهر؟ لا اصله قلبه ضعيف شوية. لا ما في داعي للخوف، هون في امان. بعدين ما تصدق كل شيء بيحكيه الاعلام. ولا يهمك، يعني هي في تصورات كلها غلط بغلط. اه شرف. كل حاجه زي الفل اللي بقول لك، ما فيش اي حاجه. فظيع فظيع. عادي عادي استاذ ناجي. لا كل شيء لغم، شيء شغله يعني. ايش بخوف؟ لغم في حياتي. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا باشا شربوا مستعجلين. حبيبي الله يرضى عليك، بدي طاقم شاي للشباب ونزل لي فنجان قهوه ساده. وانا كمان اخذ قهوه مسبوق. وانا عايز كوبايه شاي بحليب وكيس بقسماط وباكو فينو، ها؟ عشان خاطر اسقي فيه. شنو؟ تسقي؟ انت جاي العراق عشان تسقي؟ الحمد لله على السلامة يا شباب. حد عاوز شاشة بشوات؟ تفاح. قص. قص ايه وتفاح ايه؟ انتوا هترحرحوا هنا؟ تفاح ايه وقص ايه؟ هات لنا سلومة يا كابتن. ايه ده؟ مصريين! أنا قلبي حاسس على فكرة من ساعة ما دخلته. القلوب بتحن يا باشا وأنا قلبي لما يدق بقى، يا نهار أبيض. مصريين! الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. بس بس بس. احنا مصريين، أنت هتعيط ولا إيه؟ ربنا يخلينا شعب مصر يا باشا، ربنا يخليكم لينا. على فكرة الشيش دي عندي. تعال. انت اسمك ايه؟ خدامك توبة يا باشا، بس اسمع عبد التواب يعني، بس بيدلعوني يقولوا لي يا توبة. انت منين يا توبة؟ من 100 كرفس. منين؟ 100 كرفس. 100 كرفس؟ دي في مصر؟ يا باشا دي بلد كده صغيرة يعني، لا مؤاخذة في الأرياف محدش يسمع عنها أي أي. انت جيت هنا امتى؟ قبل الأمريكان ما يخش ب 24 ساعة. يعني انت جيت خربتها وقعدت على فلاها. اخذنا ضرب يا باشا لحد ما شعرنا شاب. خد يلا. لا 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 ما يصحش يا باشا، انت كده بتحرجني. لا لا انتوا ضيوفنا، ضيوفنا يا باشا، ما ينفعش، مش هينفع. لا امسك امسك. يلا روح هات الشاش. الو أهلي مجد، وينك؟ عم اتصل فيك من الصبح ما عم بترد. ايه اسمعني شو بدي اقول لك. اسمعني اسمعني هلا، في عندي اصحاب مصريين انتم مسافروا اليوم على القاهره، ولازم تتامن مقاعد لهم بالطياره. بتحجز لي 9 مقاعد فيرست كلاس. اوكي. لا لا بتحكي لجعفر، خلي هو بايده يامن الموضوع. اوكي. حكي لاصحابنا بالمطار خليهم يديروا بالهم. يلا بسرعه مع السلامه. ان شاء الله الامور بخير.
باشا معلش يا باشا، كنت عايز اخد مع حضرتك صورة للذكرى يعني. ماشي يا توب. خد يا ابني صورني بسرعة بسرعة. على فكرة يا باشا انا مرتاح لحضرتك اول ساعة ما شفتك. حاسس كده ان انا اعرف حضرتك من زمان. بس ما تعملش كده. امال امال في الحرب كنت بتعمل ايه؟ كان ضرب كتير قوي يا باشا. بس بكره تتعدل ان شاء الله. بس بقى خلاص بقى. خدوا بالكم من نفسيكم يا باشا. مع السلامه يا باشا. هتوحشوني يا باشا. خلي بالكم من نفسيكم يا باشا. والله صعبان علي الواد توبة، الواد شقيان. يا سيدي الله يكون في عون الجميع. في مئات آلاف المصريين زيه، بلدهم الثاني. اه طبعا، ما هو مصر والعراق ايه؟ ما هو واحد. ايه ده؟ أنا في فلوس وقعت مني. كان معايا هنا 10,000 دولار. الزار وقع مني في الاستراحة. ما هو لو وقع منك كنا شفناه. أصل أنا دخلت الحمام قبل ما نمشي. طيب. بتحب ارجع على الاستراحه يا استاذ ناجي؟ لا 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 لسه هنرجع. لا مش مشكله، كلها 5 دقايق. يلا بدي لك مصطفى. استاذ ناجي ضيع مصاري، لقيتوهن شيء؟ لا والله استاذ ما لقينا اي فلوس ولا لاقين، كان خليناها لكم يعني. امال طوبه فين؟ يمكن لقاهم وشالهم لي. طوبه قبل شوي سوال عركه بالشغل ونزع هدومه وترك الاستراحه ومشى. طوبه ده لعيب لعيب قوي. طبعا لازم يسيب الاستراحه، ده معاه فلوس تخليه يعمل استراحه لوحده. طوب تخيلوا بقيت بتقلب وطوبة هو اللي يقلبني. شفتوا الحلاوة؟ يا باشا يا باشا انا من الاول كنت هارش الواد ده وفاقس وصابعه خفيفة حكيم. انا بص على الكائن من دول اعرف اذا كان نشال ولا لا ومدة خدمته في النشل كمان قد ايه. على فكرة الواد ده كذاب، الواد ده مش من 100 كرفس. ليه يا باشا؟ اساسا مفيش بلد اسمها 100 كرفس. توبة 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 إن كنت أحبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة وبعدها توبة 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 إن كنت أحبك تاني توبة. بس يا ابني مره وتبقى دي اخر نوبه وبعدها توبه 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 ان كنت احبك تاني توبه. بس يا ابني مره وتبقى دي اخر نوبه. يا شباب نحن هلا دخلنا على الخط الساخن، نحن هلا بالرمادي اللي تابع لمحافظة الأنبار، أكبر محافظة في العراق، وبعدها مباشرة بتيجي الفلوجة. الفلوجة دي أصغر بلد في العالم تعمل اتفاقية سياسية مع أمريكا، اللي هي تعتبر أكبر بلد في العالم. مظبوط يا مدام مظبوط. الجيش الأمريكي وصل لحد الحدود ومعرفش يدخلها، قعدوا مع القيادات اللي فيها وقرروا إن الفلوجة بس اللي يحكمها أفراد الجيش العراقي اللي فيها. حرام، فيها أكبر نسبة تشوهات ولادة في العالم. وبإيه السبب؟ اليورانيوم. اليورانيوم اللي قصفوا بيه الأمريكان الفلوجة. بقولك يا أبو القاسم، إحنا هنوصل بغداد إمتى؟ لا إن شاء الله هنوصل نحن. البلد اللي بعد الفلوجة مباشرة، بس نجاوزها
نصير بغداد. بلد ايه؟ ابو غريب. ابو غريب ده اللي فيها المعتقل؟ تماما، شحمه لحمه. اه طب والنبي نعدي بسرعه عشان الواحد قلبه بينقبض يعني. تكرم عيونك.